هناك كثير من العراقيل تحصل بسبب سوء الإدارة والبيروقراطية، وتخلق بيئة حاضنة لبعض الأفكار من الطرف المطلوب أن شلون نذلل هذه العراقيل وهذه العقبات. احنا اليوم جايين لدعمكم لإسنادكم، عارف الوقت قصير بس أنا جاي أستمع إلى مشاكلكم، شلون نحاول نساعدكم كحكومة اتحادية في بغداد مع السيد وزير الدفاع، وزير الكهرباء، وزير النفط، أمين عام الوزراء. الهدف وجودنا وحضورنا وياكم هو تذليل كل العقبات اللي موجودة حقيقة. العراق عانى في السنين الماضية من مشاريع متلكية، ولكن الحمد لله والشكر نجحنا في علاج كثير من المشاريع اللي كان مقرر أن تتم افتتاحها في عام 2012، وإحنا الآن في عام 2021 نجحنا خلال أشهر بسيطة من إعادة الحياة لكثير من المشاريع المتلكية، واللي صار نسبة اندثار كبيرة في محافظة صلاح الدين. كذلك مشاريع يجب إحياها والعمل عليها كحكومة اتحادية مسؤولين لدعم المحافظة، أبناء المحافظة، لكي يستقروا ويبنوا في بناء محافظتهم.